لان يستهوى هو في كرة القدم ضروري يكون لهم بدلة للتدريب. كأنني ضحية لهذا البلد سمعة طيبة إن شاء الله الرحمن الرحيم، نتمنى لهم مستقبل زاهر إن شاء الله الرحمن الرحيم. الوطن هذا من 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 الانسان من طبيعه الحال يدير هذه المبادره هذه لان بلد ديالي هذه. المبادرات رياضيه ودينيه الحمد لله. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم مستقبل زاهر. كيف شتي النتائج هذا الموسم هذا ديال فريق الكوكب البحري المداوي؟ جد ممتازه، جد كاين تحسينات لا في العقليه ولا في حتى في التدريب ولا في من قبل كانوا شويه ضعاف صراحه. السنه الفارطه كانوا ضعاف، اما السنه هذه تبارك الله ملي جنا واحد المدرب كفء بصراحه السي عبد الرحمن الحرش بدل الفريق ديالنا 100%، لا من ناحيه التدريب ولا من ناحيه حتى العقليه ولا كل اخلاق بصراحه. وحنا جد مرتاحين. يعني انتم كمكتب مسير ديال فريق الكوكب البحري المداوي واش لهذا الموسم هذا مرانين على الصعود ان شاء الله؟ لا هذه هي النقطه المهمه ان شاء الله. الصعود ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تعاقد عادي مع الاخوان ديالي هادو اللي جيت، الاخوان ديال المهديه كنعرفهم مسبقا، اخوان واصدقاء ديالي، والتعاقد عادي يعني ما كانش عندنا شي حاجه اللي هي فالحمد لله. على كل حال فجميع المتكونات بالنسبه للمهديه على حسب المستوى اللي رحنا فيه، فلا السيد الرئيس ولا الاخوان المكتب المسيرين ولا الصف التقني اللي راكم كتشوفوه ولا الطبي ولا كل شيء راكم كما كتلاحظوا دابا راه كاين الاخوان هنا من المكتب اللي حاضرين كيحضروا يوميا في التدريب، والحمد لله هذه كامله غتعطي النتيجه ديالها ومسهلين لنا الماموريه باش نمشيو في الطريق الصحيح، ورحنا الحمد لله غادي في الطريق الصحيح، الا حاجه واحده الا الملعب اللي خصو يتصلح بصراحة. يعني سي عبد الرحمن الحرش تراهن هذا الموسم ان شاء الله الصعود؟ ما كرهناش، دابا حنا مضربين كلش اللي نقول لك، راه حنا نوعد بشي وعود اللي هي حنا راه دايرين الجهد ديالنا والكمال على الله. التركيبه البشريه سي عبد الرحمن اللي كاين يعني واش تتشوف بان قادر تجاب هذه الانديه هذا وبالتالي تحقيق هذا؟ من طبيعه الحال حنا مقتنعين به، وعندنا شبان، عندنا وليدات صغار من احنا من المهديه من القصبه اللي غادي يقولوا الكلمات ديالها ان شاء الله، كاين واحد خمسه الدراري اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم من هنا للامام ان شاء الله. الطموحات ديالك الشخصيه سي عبد الرحمن؟ الطموحات كجميع المدربين وكجميع الاطار كلهم كل واحد كيطمح باش ينجح باش يمشي بعيد باش ينتصر باش يكلاسي الاول باش يدير انزازات باش يدير العلاقه مع الناس مزيانه باش يكون في المستوى اللي الناس اللي وضعوا في الثقه اللي وضعوا فيك الناس، خصك ضروري خصك تكون عندها الطموح ديال الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الكوكب البحري المهداوي قديم وتاسس في الخمسينات انا كنت باقي صغير، ما ولكن في سنه 1978 جددنا الفريق وجددنا مكتب وانا من المؤسسين ديال هذا الفريق هذا.
وكوكب مهديه، كيفاش تشوف الفرق بين كوكب مهديه الماضي و فرق كبير، فرق كبير، لان تغير بزاف، لان اللعبه ديال ذاك الوقت ماشي هما هاد اللعبه، لان كان المستوى طالع وكانوا الدراري دي غاباري كانوا تبارك الله وكانوا كويريه ديال 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 بصح ماشي. ودابا هادشي اللي كاين تما مزيانين ولكن ما غادي يوصلوش لذاك المستوى ديال الكوكب ديال الثمانينات وديال السبعينات. راه هاد العام هذا قررنا يعني من بدايه الموسم قررنا باش نديروا عقده مع مدرب جديد هو السي الحرش، وتبارك الله عليه في الحقيقه مدرب في المستوى، وحنا الان غادي دقه دقه كما تيقولوا درجه درجه، وغادي نوصلوا في اخر السنه ان شاء الله غادي بلديه مهديه هي سبونسور ديال الفريق، يعني هي اللي تتقدم كل شيء، تتقدم لينا كل شيء، ما كاينش اللي تيعطينا شي اعانه مشي فشي بلاصه اخرى ولا شي شخص اخر ولا هذه، البلديه هي كل شيء، هي اللي تدعمنا ماديا ومعنويا وكل شيء. يعني الرحيم اولا كوكب بحري مهداوي قديم وتأسس في الخمسينات، أنا كنت باقي صغير، ما ولكن في سنة 1978 جددنا الفريق وجددنا مكتب، وأنا من المؤسسين ديال هذا الفريق هذا. وكوكب مهدية، كيفاش تشوف الفرق بين كوكب مهدية الماضي فرق كبير، فرق كبير، لأن تغير بزاف، لأن اللعبة ديال ذاك الوقت ماشي هما هاد اللعبة، لأن كان المستوى طالع وكانوا الدراري دي غاباري كانوا تبارك الله وكانوا كويرية ديال 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 بصح ماشي. ودابا هادشي اللي كاين تما مزيانين ولكن ما غادي يوصلوش لذاك المستوى ديال الكوكب ديال الثمانينات وديال السبعينات. راه يعني حاليا فريق الكوكب البحري المهداوي تيحتل المرتبه الاولى، واش هاد الموسم نتوما كلجنه التقنيه تتراهنوا من اجل الصعود ان شاء الله؟ نعم، هاد العام هذا قررنا يعني من بدايه الموسم قررنا باش نديروا عقده مع مدرب جديد هو السي الحرش، وتبارك الله عليه في الحقيقه مدرب في المستوى، وحنا الان غادي دقه دقه كما تيقولوا درجه درجه، وغادي نوصلوا في اخر السنه ان شاء الله غادي نطلعوا. مصطفى المهدي، انت ايضا عضو في المجلس البلدي لمدينه المهديه. نعم. شنو تقدم يعني بلديه المهديه لفريق الكوكب البحري المهدي؟ هو بلديه المهديه هي سبونسور ديال الفريق، يعني هي اللي تتقدم كل شيء، تقدم لينا كل شيء، ما كاينش اللي تيعطينا شي اعانه مشي فشي بلاصه اخرى ولا شي شخص اخر ولا هذه، البلديه هي كل شيء، هي اللي تدعمنا ماديا ومعنويا وكل شيء. يعني لاحظنا بعض الاصلاحات بالنسبه لمستودعات الملابس. نعم. واش هناك يعني اصلاحات بالنسبه للملعب؟ كاين اصلاحات غتكون هذه الايام هذه، وتنطلب منكم باش تجيو تحضروا ان شاء الله بشويشي ذاك المقاول باش غادي يبدا. شحال الميزانيه تقريبا اللي مخصصه للملعب؟ هاد السياج هذا تقريبا شي 13 مليون باش غادي تعاود كامل هاد السياج ديالو، لان شفتوها الحاله ديالو كي ولات، لان عندنا البحر هنا وعندنا الميديتي، يعني دابا غادي نوعوا واحد الشكل اخر اللي يقدر يبقى ديما ماشي. شكرا. كاين اصلاحات غتكون هاد الايام هادي، وتنطلب منكم باش تجيو تحضروا ان شاء الله بشويشي ذاك المقاول باش غادي يبدا. شحال الميزانيه تقريبا اللي مخصصه للملعب؟ هاد السياج هذا تقريبا شي 13 مليون باش غادي تعاود كامل هاد السياج ديالو، لان شفتوها الحاله ديالو كي ولات، لان عندنا البحر هنا وعندنا الميديتي، يعني دابا غادي نوعوا واحد الشكل اخر اللي يقدر يبقى ديما ماشي. الحمد لله هاد النتيجه، الحمد لله كل شيء غادي هو هذاك، نتمنوا من ربي نزيدوا نعطيو، ما كرهناش حنا نكونوا من دوزيام سيري ان شاء الله، وهذا الشيء كامل غير بالمجهود ديال سي الحرش والاستاذ ديالنا كان ادريس ديالنا، نتمنوا من ربي ما يخيبناش، والحمد لله الدراري في المستوى، كلشي باغي يتريني، كلشي تيحب الكره، كلشي في المستوى، ما حتى شي حاجه اللي تنطلبوها الحمد لله تلقاوها عندنا، زعما حتى شي حاجه ما مخسرنا لينا، الحاجه الوحيده اللي تطلبوا منا هما تيقولوا لنا ضربوا الماتشات، واللي بغيتوه مرحبا بكم.